السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي حسين حياك الله وبياك وجعل الجنة إن شاء الله مثواك وجميع الأخوة والمستمعين. آمين إن شاء الله. سبحان الله، هذا الأخ هذا حسين ربي يحفظه إن شاء الله. هذا ولي تكلمت عليه أنا نهار كانوا يضربوا به بالصفصاف المطار تاع الصفصاف، ونساه كانوا يبكيوا من فوق، نساه سبحان الله الجدرمية كانوا يبكيوا في الثلج، قسما عظما ما عندهم روح إنسانية. شوف التعذيب تاع الشيفون هذا، راهو بارتو أو ماشي في مكان، والله قال الواحد برك دارو هذا الشيفون هذه راهي صارت في وقت فرنسا. أنا بعد ما وليت نطلع نطلع التاريخ، هم داروها خاوتنا المجاهدين تاع 54 سكن، راهم داروهم الشيفون هذه نفسها. سبحان الله، هذه الباسينة هذه، هذا التريسيتي، هذا الكريزيل، هذه اللاكيوط، كيفاه يكتفولك رجليك ويعلقوك من يديك ورجيك تمسلسل. كاين واحد اخا ومازال حي، لافومبرا تاعو تقسم على زوج، لا تنمو ركبوا له فوق المطرق وذراعو ما قدرش يسيبورتي كسر طردك، تخلي معنا الانبيس هو ذراعو مطردك. شوف هذه ممنهجه، كاين تعذيب يجي واحد يضربك، واحد بوكسير سبحان الله اسورتي وكبير في العمر، بوكسير كان بك يدير لابوكس، تخاوه وكل كسر المشوار تاعهم، انا ما يضرب شي بوكسير يبوكسي شو في هذيك لابول هذيك ينطرني فيها بوكسي كسر المشوار تاعهم. او شاهد له حسين صرصاف على زديوي عبد الوهاب وقوتي المسكين الله يرحمه، قول له لا كان ما قدرش صح شافها 4 شهور ولا ما شاور تاعهم كسره، كان ينطرني فيهم لا انا عم يضربها الصبابه صبابه نص بوكسر بوكسر هو بوكسر يسمى كان ينطرني فيهم يضرب تعذيب تاعو يكسر البشره كل كسره البيت تاعو البرنسيب تاعو عنده في كسر هذا نقولوا يتعلم او ينطرني. واش اسمه هذا واش اسمه شيفونا راهي كيف راهي نفس الطريقه اختونسي واش اسمه هذا السيد هذا اللي كان يضرب الناس باللي مشوار تاعهم واش اسمه البوكسير ما بوكسير عادي الاسم تاعو راح لي الحلوبه سامحوني منينو هو في ستيف هو هذا حنا الشخص بالشخص هذا كان يحكي دوكا كمان هذا هو يا اخ تونسي صبر نعم. النقطه هذه مهمه جدا. هذا السيد هذا اللي راك انت تحكي عليه هذا اللي قلت انت هو انه يكسر في المشوار تاع الناس، هذا السيد هذا هو كان في ستيف ولا واش من جهه؟ في ستيف في وين جهه؟ في الدرك ولا في الشرطه؟ في الكوميساريا تاع البوليس، ويجيو للدرك يجيو مع بعضهم للدرك هذا ويضرب في الدرك. بوليسي هو ولا جدارمي؟ صورت بوليسي مخلطين ما تعرفهمش انا اللي شفتهم حسين، انا اللي شفتهم الشمبره اللي كانوا داوك لها هذيك تاع الماس هذيك، انا كنت ثم نتعذب وحدي في الشمبره هذيك. شوف هذم كانوا يجيبوهم معايا بعضهم لابوليس والجدارميه يضربوا مع بعضهم، فهمت؟ كاين هذا واحد اللي سميته الاسم تاعو هذا كوميسار بحمد، هذا يزن بليس دو ان كانطو، يزن واحد القنطار 30 كيلو. على بالك خونا واحد اسمه عبد المجيد ضلوعه طبقهم طرطقهم له، او على باله بهم حسين يصوتي ويقعد هو مكسل في الارض. هذه سبحان الله على بالك احنا دخنا دوك، احنا الناس كيقولوا او الجيه دارت والاخرين داروا، اي احنا اللي تاذينا الاولين، احنا جامي درنا حاجه سبحان الله، او كنا مسالمين كنا مع الناس نمشيو في الاسواق نمشيو في كلش ما كانش حاجه درناها، او احنا مورث علينا الظلم مورث علينا القهر، يعني انا فرينا بجلودنا يعني ربي هو اللي منعنا، ممكن كان يصير لنا كيما السركاجي وربي هو اللي سترنا وخرجنا سبحان الله. هذا الاخ اللي يحكي لك المجزره اللي صرات في الواد هذا تاع الواد هذا مستوى، انا كنت معاهم خاطر مش حنا تفرقنا مع الصفصاف هذاك بعد باش تلاقينا، هذا اللي عقبوا عليهم بالنابال ما تكلمتها المره اللي فاتت. هذا مخاوتنا 29 اللي تحرقوا، حنا خرجنا نقول لكم الحصار تحاصرنا خرجنا بغل اكرمكم الله، بغل لزقنا في الذيل تاعو هو اللي هرب هو اللي دانا معاه تبعناه حتى نخرجه،
ما بين الشعاب ما بين الزجر. هذا ربي سخرنا هذا البغل هذا تقولوا ملك سبحان الله سيدك الموت وكل ما بقى حتى واحد. يعني يعني باش تفهموا يا جماعة افهموها مليح مليح. عبالك أنا ساعتي تتكلموا الأخوة أنا معليش نحترم وجهة النظر تاعكم بصح اللي ما عاش المرحلة هذه ما يقدرش يقول يعبر هكذاك برك. رانا احنا المظلومين يا جماعة وكونوا ديروا واحد ديروا ديرها في بالكم رانا احنا مظلومين احنا كنا الأولين احنا جزائريين شعب. أنا ما عنديش مشكل مع الشعب مرة نهدر لك فيها بالجزائر لو كنا تعيط لي في الإذاعة نهدر الشعب الجزائري ما عنديش مشكل معها أبدا سواء قبل ولا ذكا. وما عنديش أنا كاين بعض الأشخاص من الدرك ولا من الشرطة تعرف أنا بعض الأشخاص من الدرك أقسم بالله غير الزربية تاع صلاتي خبيها في الكعبة باش ما يشوفوش بلي يصلي كل يشوفوه يصلي يقدر يقتلوه. هذاك الدركي اللي عطاني الخبز عطاني الخبز قال لي وكل صحابك دركي. أنا اسمح لي دقيقه اخي ننصفوا الناس صبر اخي كمال نعطيو النصف الناس بني ما نقولوش اكل كاين فيهم ناس شرفاء بصح قليل فئه قليله ما قدروش يغيروا. انا نقول لك شوف يجيك امر مع الضابط وهذا الامر هذا يخالف التعهد اللي داروا الشرطي ولا الدركي ولا الجي ولا العسكري بدي يحمي الشعب كيشوف الامر يخالف العهد تاعو واش يدير يسكت يولي يتعامل مع الضابط تاعو ينفذ اوامره. هذا هو السكوت السكوت تاع الناس هذو الاحرار زعما الاحرار يسكتوا على الحق لا تسكت على الحق. حنا كنا مكبلين مسنسلين ما عندنا ما نديروا لا حول ولا قوه ولا قوه غير ربي برك هو اللي نجينا منهم. أي المأساة ترى ماشي عندنا احنا اللي بدينا بها قال الإخوة والله الجيات تكونت مين تكونت الجية تكونت من الظلم تكونت من وبعد تخلطت. احنا البداية الأصل احنا نحوسوا شخص المرض وشخص الداء منين جاء أو ما يجي جماعة برك قليلة قدروا ينفذوا الأوامر تاعهم في الدارك ولا في الجيش لا يدونا الصحراء. قول لي برك لا يدونا الصحراء واش درنا حتى ندونا الصحراء لا الجيش يكون ينفذ الأوامر يطلعونا في الطيارات ودونا للصحراء لا واش درنا عيسى من فضلك وما تهناوش ما تهناوش سبحان الله ما تهناوش أقسم بالله. شوف أنا نقول لك نعطيها لكم أنا جماعة ملاحظة شخصية والجميع المساجين عدوا عليها عقب عليها. شوف كي نعود نتعذب أنا ما نحسش ولينا ما نحسوش يعني نحس نستناو غير في الموت نستنى الموت باش نسترح ونقول يا ربي نعود هذه الدقيقة الأخرى الدنيا أي راك راضي عليا الدنيا وما نموتوش. وقت نتأثروا حنا ونحسوا بالسطر ونحسوا بالألم كي نشوفوا خواتنا يزهقوا نشوفوا خواتنا يبكيوا نشوفوا خواتنا يتألموا سبحان الله شفنا نعجب أقسم بالله غا شفنا نعجب بعيننا شفنا خواتنا كذا سبحان الله ما نقدرش نهضروا أمور أسمعوا بالدبور من الدبور تاعو قعدوا على موش تاع بالي صح عبد الغني مسكين حتى نسحلوا تساو يعرفوا عبد الغني اخ عبد الغني من بوكا حتى نعد يسيح هذا واش يخرج يدير يرحم والديكم وبعد على الاخر يسكن في الدار مسكين مو حرقوا له في الدار قالت لهم ما نخرجش قالوا تخرجوا لنا حرقوا الدار قالت لهم شعلوا تحرقت واش درت مو واش درت او رانا شوفوا رانا ربي هو اللي حاكم فينا تصوروا كما جاش ربي عطينا الإيمان وعطينا الحق نشوفه بالحق ما نظلموش ما نقدرش نظلمه سبحان الله هذا هو الشيء لحد يحكمنا تصوروا كما عطناش الرحمة نحانا من قلوبنا كيف نديروا العجب ما خلي والو قالك بومبا طوميك نديرها بومبا طوميك سبحان الله نديرها هي نديرها كي تلحق المرحلة هذيك أنا ميت باش دوكا من نفسي أنا قلت لكم كي تسمع خوك تشوف حسين الصفصاف هذا بطل على بالكم هذا راجل بها تم معنى الكلمة ونعرفوه إنسان على بالكم الراجل جامي يظلم هذا يقلبوه ينحني يخرجوه من الزنزانة تحت الأرض ما في لمبيس سمعنا هو في التعذيب نهار خرجوه مش فينا عرفناش يمشي أكات بات ليه
ليه وكلوا فينا ليه ما عطونا شوف في دروكومان وحافسية دروكومان عندهم سرة إحنا أقسم بالله غير الطياسة كنا نحيو كنا نوض الصباح نحيو الطياسة نلقوا الماء في ذاك تاع فرنسا هذاك شوف السجن هذاك لازم يريب لمبيس هذاك يتحب باش واحد يزيد يدخل ليه لا حتى الجزيري لا كثروا في الحبس خليوا الناس يتحاوروا خليوا الناس يتحاوروا هو الحل خليوني نتحاورنا معليش نتحاورنا مع كابيتان مع كوموندو بصح يفهمني يفهمني نفهمو يحكمش عليا هكذاك بالغياب يقتلني ليه الجيش هذا الجوج هذا والله يقول له احكم عليه مؤبد ولا احكم عليه كونطاني مور وعلى بالي بلي مظلوم على بالي بلي كل شادي بي في كل مسنين هكذاك سني برك هاتي خليوك يحبس عليك العذاب برك دوك دوك انا لا يحكم لا خلوني كونطاني مور حتى 2012 لا هذا خونا حسين ده خلوه يمشي بلي سي باسي في بلاده يمشي بلي سي باسي وكثير شوف الجماعه وكل راني نتكلم معاهم حنا بقينا ربعه من لامبيز ما متناش واكم شاهدين راكم شاهدين على كاش ما يصر لنا راهم هما كاش ما يصر لنا هذه الايام كاش ما يقدر ربي راهم هما اللي تمونا الشعب انا نمشيو ونحبوه نحبو الشعب الجزائري ويحبنا لا بروف كي قال لك هذا رحت شريت تاع القهوه جي شري عليه القهوه والحليب قالوا لما قال المحبسيه قالوا لي مساك ما عندي لا هذا مهبول هذا القهوه جي يسلك الناس حرايميه يسلك الناس خارجين طريق او على بالو ما خشيناش شوفوا ما خشيناش على سرقه ما خشيناش تعدينا على شخص ما خشيناش على انتهاك حرمات ما درنا والو انا عاتوني اي شعب يجي يقول لكم درتوا لي في البداية نهضر في البداية تاع الأزمة تاع الاعتقالات تاع ساعة الشهداء أتكلموا على ساعة الشهداء كيف قتلوهم كانت ظلم اعتصامات خي مشروع الدستور لا يقتلوا فيهم سركاجي واش رانا نسمعوا كيف الناس كون يضربوا فيهم بلابول تاع الحديد قاردي يضرب خوه بلابول تاع الحديد واش دير لك خاو معافسي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أني في الأسر اللي عندك أني مكبر لا تعذب فيا واش درت لك هذه سبحان الله أني فينها مالي غارديان ويشو كل أنا نسميه بلاش خاص جمال بخس هذا وفاري تقرا في قلبك هذا في لامبيز أقسم بالله أن منعنا باش نصلي صلاة الصبح بالجهر مخلوش نصليه نحاولنا مصاحب نحاولنا كلش لهو نحاولنا والله دكونا في الصين زانا طنبور ما نشوفو السماس ما نشوفوش سيلونا فيسي طوالات حاشاكم نركضو فيها سبحان الله رجال خيرة الرجال خيرة الرجال اللي راحوا ضحوا جزائريين كيما نتوما كي تفكروا سبحان الله والله ما يظلموا صبر خويا تونسي صبر انا رجال شوف اخويا عبد القادر خلي عليها انا رجال شوف ما بين كيو ما بغيتش كيو على عليها حتى تشوف خوك شوف الجزائري كيف يمرمدوا فيها كنا نحوسوا لاصلاح البلاد هذه قرينا قسم بالله غير قرينا باش تخرجوا البلاد نحيوها نديروا العلم انا كانت خدمتي لما تنوص كنت نشاتي نطور نخرج طوب بلاد نخرج حطموا لي حياتي حطموا لي حياتي ما هي حياتي برك حياة الجزائر وزلنا نستنى ونقولوا أنا شوف المصالحة أنا مع الشعب أنا اللي متصالح مع الشعب أنا ما عنديش حتى أزمة دوك نخرج أنا نقولوا بس جماعة روحوا أنا وجهية انتقموا وديروا قصاص في أنا من أجل باش تحيي الجزائر وتحيي أنتوما أنا نسبل هذا الشعب أنا كان يحوس القصاص ويحوس كذا أنا هنا أنا مستعد سيدي هاي أنا نسلسلك أو الناس هذا ما طلعوش شوف أنا هذا كنت حرقوا لأمو أنا حرقوا لأمو مسكين وش يدير هاو خوتي نقول لكم نسان يهدرت عليهم في الغار في الغار تاع المغارة تاع جيجن هذا الأخ الذي قتلوا لأمو قتل وبقات مرته وثلاث أولاده زادوا كتلهم بالغاز في الغار استئصال